السلام عليكم، معكم آية المنياري، تلميذة من ثانية إعدادي. جيت اليوم باش نوريكم من قلب الحي ديالي اللي هو الألفة، اللي كيوقع في مدينة الدار البيضاء التي تعد المدينة الاقتصادية للمغرب، واللي معروفة بالاقتداد اللي فيها، بحيث أن بزاف السكان كيجيو باش يقلبوا على العمل. واليوم بسبب فيروس كورونا وهاد الجائحة اللي دخلت المغرب، كاع الناس هادين عليهم في ديورهم، وداكشي علاش كنوجه لكم واحد النداء من قلب الحي ديالي. عافاكم، بقاو في ديوركم، خاصنا نعرفوا اليوم بان هاد الجائحه اللي وقعات غادي تكون مصيريه في تاريخ حياتنا وتاريخ بلادنا. زوج سيمانات نسدوا علينا في دارنا باش نحميو كاع الناس اللي كنعرفوهم. خاصنا نعرفوا بان هاد الفيروس خطير ويقدر يفتك بينا مجموعين، داكشي علاش نسدوا علينا باب دارنا حتى تبلغنا وزاره الصحه باش نخرجوا. كنبغي نشكر صاحب الجلاله اللي عطى التعليمات باش يتم فتح صندوق تضامن ضد جائحه فيروس كورونا، كيف ما كنبغي نشكر رجال الاعمال والفنانين اللي كيوعيو الناس باش يبقاو في ديورهم حتى تفوت هذه الجائحه على خير. كانت معكم ايام نياري.